هو فين بقى؟ مش كان قايل ان هو هنا؟ ايوه اهو، تعال تعال تعالوا تعالوا. فين يا حاج؟ انت بتعمل ايه؟ انت واخدني على فين بس يا حاج؟ ايه ده؟ ده ايه المكان ده؟ هو احنا فين كده يا بابا؟ اوه ده انتوا رخيين قوي. ايه ده؟ في ايه؟ تعالوا بس تعالوا. ده انا عامل لكم مفاجاه. ايه؟ تعالوا. ربنا يا اسطى. تعالوا يا ايه؟ تعالوا. ربنا يا اسطى. ايه ده؟ الحاج فين؟ يا حاج يا حاج جعفرتي، تعال هنا جعفر. تعال الله، ما تستنى يا حاج، استنى. تعالوا يا عيال تعال. بنت ابو كرش، تعال انت بولس، تعال. انت يا نهار اسود، ايه المغارات على البابا اللي انت جايبنا فيها يا حاج؟ وايه السلم ده كله؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، وانا هطلع كل ده؟ هطلع كل ده يا حاج؟ الله، ما تطلعي بقى يا حاج، يلا تعال تعال. ماشي، تعالوا عيال تعال تعال. اوعى شغل السسبنس يا حاج، ده انا بحب شغل السسبنس والمفاجآت ده. لا عليك يا حاج. شو بقى كل دي سلالم؟ ايه السلالم دي كلها؟ استنوني استنوني. يا لهوي، ايه السلم ده كله؟ ايه ده؟ يا عفورتي عشتينا يا جعفر. ايه رايكم بقى في المفاجأة دي؟ ده أول جزء بس منك. ايه ده؟ جدو حبيبي. يا ولد الكلب، انتوا كلكم عشتوني. تعالوا اقعدوا هنا اقعدوا. ايه ده؟ جدو حبيبي، أنا قلت برضه أنت هتروح كده مكان من غير ما تاخده معانا؟ أنا أقدر، ده حبيبي، ده ما أقدرش أمشي من غيره. يلا بقى كل واحد معاه شنطة كده يخش يحطها في الأوض يلا، عشان لسه في مفاجأة جامدة. أنا خدت الأوضة دي خلاص، أنا اخترتها. هو إيه ده؟ لا يا حبيبي، دي أوضة أنا، وسع كده. مين يا أختي أنت؟ هو دي أوضة أنا، وسع كده يا أختي، وسعي. تعالوا بقى كده، واحدة واحدة، واحدة، أوعى حد يفتح عينه. يا حاج بقى نفتح. الجو ساعة كده ليه يا حاج؟ لا لا اوعى تفتح عينك، انا شايفك اهو، انت مكرش وانا شايفك كمان، ها بتحاول تفتح عينك. يا بابا بقى، ما انا عاوز اعرف يا بابا احنا فين. انا حاسس ان احنا في مكان حلو بس مش عارف احنا فين، بس هو حلو. بابا انا حاسس ان احنا في بحر صح ولا كمان؟ عايز افتح عيني، انا ماليش دعوه، انا هفتح عيني بقى بس كده. ايه ده؟ اه يا جزم يا بولوز انت، خلاص فتحوا عينيكوا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ بحر، الله. بحر، وانا اقول الجو ساعة كده ليه؟ ايه رايكم بقى في المفاجأة دي؟ تعالى تعالى اقعد هنا، تعالى اقعد. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ جايبنا على البحر في الشتاء. الله، مش عمالة تزن عليا، تزن عليا من بدري، عايزين تروحوا البحر، عايزين تروحوا بقى، عايزين نجيبكوا اهو. نرجع يعني؟ ايه؟ لا 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 لا، انا ما صدقت جيت. ايه؟ لا لا، انا مش هرجع لا. ولا انا. جايبنا في الشتاء وتقول لي مصيف؟ ده ما فيش غيرنا على البحر. ده انت راجل دخيل. انت بتقول ايه يا وليه؟ ها؟ سمعيني كده؟ ايه؟ انا بقول ربنا يخليك لنا يا حاج. يلا نتبسط يلا. بحسب يلا عضو. يا راجل بحر، يا راجل بحر، يا راجل يا راجل. ها مين يا عبي؟ ايه ده؟ الله، بابا بابا انا عايز الجردل ده، بابا ابحث فيه هنا، انا عايز الجردل ده. طيب حاضر، ادي له جردل يا عم. عينيا يا حاج اتفضل، ده اخر واحد عشانك، خلي بالك 20 جنيه بس. مالك؟ هي ايدي اللي ب 20. هات بس كده، بس هات بس هنتفاهم كده. هات كده، هي 5 جنيه. حلو عليك، امسك كده، خد يا بولوز يلا العب يلا. كاتي وليا حسب الله يا بلوز. يا راجل يا راجل. ايه يا الله، استنى بقى اعمل لك لعبه حلوه. لا يا ابني، شويه يا ابني، شويه رابع، شويه البحر، حاجه. بص كان فين يا ابني الخروجه دي بالزمان؟ بص بقى، انا بقى عايزك بقى تتعب في المكان ده، انا هنام، اللي هيصحيني هموته، ما حدش خرج. بص هتصحيني خالص، جزاه الله خير. هلا احمد، احمد كرمانجو، احمد في السوداني. ها ايه ده؟ ماما ماما، العوامة هي اللي انا قلت لك عليها. طيب حاضر، اتزن انا كده. لا يا بنت انت، هتلاقي يا عم عوض. يخرب بيتك انت داني، هو انت بتبيع ولا ايه؟ بتبيع كل حاجة يا ست الكل. طب ده العروسة، هات كده العروسة. ايه العروسة؟ في عينك. تسلم لسانك، ولا عشان كلمة عروسة دي هديك زيادة عن كل مرة. استنى بقى. ايوه بقى يا حاجة، تديني كام؟ استنى امسك، احلى 10 جنيه اهي. ايه ده؟ 10 جنيه؟ حاجة غير 10 جنيه دي يا حاج، العايز 40 جنيه كمان. طب امشي من قدامي احسن لك، بدل ما ايه؟ لا لا ولا ايه؟ 10 جنيه احسن من مفيش خالص. استنى يا حاج، استنى، سجلتكوا تاني هنا. عامات يا راجل. يلا يا بنت بقى نخش جوه بقى. يلا بينا. انا عايزكم بقى تركزوا معايا بقى، ركزوا معايا. بص بقى الحركة دي، هدومي زي ما انا. بص بقى.
شوف الولد، شوف الولد بس بسمكة بلطية زي ابوه، بالراحة يلا حاسب يلا بس. بلطية زي ابوه؟ قصدك زي امه يا حبيبي، ده انت بتخاف تنزل المية. مين يا اختي ده اللي بيخاف؟ ده انا قويم يا ولاد، ده انا سباح درجة أولى، ده انا كانوا بيسموني سمكة في الشلة بتاعتنا. حلو ده، طب يلا يا سباح انزل وريني كده بتعوم ازاي وانا انزل معاك. طبعا انزل، ما انزلش ليه؟ بس هو الموضوع ده بيحتاج طقوس، والطقوس دي مش وقتها دلوقتي، فانزل انت. الطقوس ايه؟ اقعد انت يا خواف، انا نازله مع العيال. روح انزل انت، انزل يا جعفر انزل، يلا اصلك انت. اوبا، الشط بقى ايه بقى انت عامل اسوان ولا ايه؟ نسوان نسوان، لا فين النضاره بقى؟ نلبس نضارتنا. الله الله، خليك قاعد انت كده يا اخويا، انا هنزل انا مع العيال. هنزل انا مع، ما انا جاي لكم يا ايه ده؟ ايه ده ان شاء الله؟ انت لابس النضاره ليه يا حاج؟ ها انزل انت يا حاج، بس عشان الجو حر بس وكده. انزل انت، ما تشغليش بالك ما تشغليش بالك. الجو برضو ولا عشان تبص على الستات براحتك وما اشوفكش؟ ايه نسوان يا حاج، استغفر الله العظيم يا رب. لا لا ما فيش الكلام ده يا حاج، نجرنا على الكلام ده يا حاج. ادي النضاره يا ست من زعلان اهي، ارتحت كده؟ ارتحت. واظبط بقى، ها اظبط كده، كل حاجه زي الفل. بابا يا بابا. ايه ده؟ مين اللي بيندى ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك، انت نزلت ازاي كده؟ انا حفرت بالجردل ونزلت تحت كده. خلي ماما تيجي هنا بقى وانا اخدها لك. جدع يا بولس جدع، ماشي هدخلها لك. يلا بقى يا حاجه بقى، يلا انزلي يا حاجه، انزلي بس من هنا. ها خلي بالك من الاله عشان قدامك، هو تعالي انزلي من هنا. ماشي يا اخويا. ايه ده ايه ده؟ ان 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 جدع يا بولس، يلا جدع. يا بولس الكلب بتخدني بتخدني يا جزمه. يا نهار اسود، يخرب بيت شبشبك يا جعفر. خلاص بقى يا حاج بقى، روح انزلي يا حاج، روح انزلي يا اخي، تغرقي ونخلص منك في الميه هنا. ايه يا عيال، الميه حلوه؟ الله جميله قوي يا ماما، بس خلي بالك عشان الحته دي غويطه. عيب عليك يا بنت، ايه اللي غويطه؟ امك عويمه يا بنت. طب بقول لك ايه، بس بيها بقى، مش هي عامله عويمه، سيبيها بقى. خش خش يا ماما، خش كمان، ولو غرقتي هجيبك. ماشي، انت اللي قلت اهو، انا داخله. ها داخله. ايوه خش كمان كمان. الله الميه جميله يا عيال. ولا يا مستر باسم، ماما بتغرق يا بنت. بتغرق ايه يا بنت؟ ده باين عليها بتعوم. ايوه يا ماما عومي عومي. الحال يلا انا بغرق، الله يخرب بيتك. احيي دي بتغرق بجد. هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي يا بنت؟ هتعمل ايه؟ هو انت مش قلت بتعرف تعوم؟ يلا هاتها. الله يخرب بيتك، بعوم ايه؟ ولا بعرف اعوم ولا نايم. ادعي على ابوك بسرعه يا بابا. ايه ايه في ايه؟ ماما بتغرق، ماما بتغرق. ايه مش سامع، مش سامع حاجه. في ايه يا بابا؟ الحق يا بابا الحق الحق، ماما بتغرق ماما بتغرق. ايه جعفر بتغرق؟ الامنيات بدات تتحاول ليه؟ سيبها سيبها تغرق سيبها. يا نهار اسود، انتوا بتعملوا ايه عندكم؟ تعالوا انقذوها. يا لهوي، انا كنت هموت. يا بنتي يا ام كرش، انت بنت ايه ده؟ ماما ماما انت كويسه؟ ماما مفيش حاجه الحمد لله. يا باسم يا بابا. بس بنت بنت، اوعي تقولوا له، مش هما ما رضوش ينقذوني؟ اصبري بقى، شوف انا هعمل لك تقول ايه. قول لهم ان في واحده بتغرق، قول لهم. ماشي انا هقول لهم. يا بابا يا باسم الحقوا، في واحده بتغرق هنا جنب ماما. واحده فين دي يا بنت؟ فين؟ يا جزم ده بصي جايين ازاي؟ قول لهم ان هنا، قول لهم هنا 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 اهو، تعالوا تعالوا. اوبا بقى اوبا، اوعى بقى اوعى. اوبا النضاره مش محتاجينها، انا اللي انقذها انا اللي انقذها. ايوه تعالوا كده تعالوا. ايه ده؟ هي فين؟ ايه ده؟ هي فين؟ هي مش البنت قالت هنا؟ ان 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 ايه اتخضيتوا؟ ماما جعفر انت لسه عايشه؟ ايه كنت فاكرني مت ولا ايه؟ ها قلبت سمكه في الميه اول لما عرفت ان في واحده غرقانه، اما لا لا في داهيه صح؟ تعالوا لي بقى. انا عارف الحركه دي كويس. حاجه اهدي، تعالوا لي. ورايا بقى، تعالي بقى. هو انا هسيبكم؟ ده انا وراكم وراكم، تعالوا لي.
انت هتفضل تنط لي كده ماشي ايوه هلا ايوه خد دي